خطفت الأنظار صورة جمعت الفنانتين أحلام وسميرة سعيد من كواليس برنامج ألف ليلة وليلة الذي تقدمه الفنانة أحلام عبر قناة أبوظبي، واستضافت خلاله الفنانة سميرة سعيد والمطرب والملحن المغربي رضوان الأسمر في أمسية طربية أول من أمس السبت. الصورة نشرتها قبل ساعات الفنانة سميرة سعيد عبر حسابها بإنستغرام، وحققت الحلقة تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل. انتشرت في الساعات الماضية أنباء حول طلاق الفنانة شيماء سيف والمنتج محمد كارتر بعد زواج دام 6 سنوات بسبب خلافات نشبت بينهما وصلت إلى حد العنف الجسدي واللفظي، ولكن كارتر نفى كل ما هو متداول عبر منشور بفيسبوك عبر فيه عن استيائه الشديد مما هو متداول، مؤكدا أن علاقته بزوجته قوية للغاية. وبعيداً عن الشائعات، احتفلت المطربة المصرية مي فاروق بخطبتها من مواطنها الفنان محمد العمروسي في حفل عائلي بسيط وسط تهاني جمهورها والنجوم. وتعد الفنانة مي فاروق إحدى أبرز مطربات دار الأوبرا المصرية التي حققت نجاحاً جماهيرياً لافتاً بغنائها لعمالقة الغناء في العالم العربي مثل كوكب الشرق أم كلثوم، وردة وصباح وغيرهن. أخيراً وعالمياً، بحضور عدد كبير من نجوم هوليوود، انطلق في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في دورته 81 في مدينة بيفرلي هيلز بكاليفورنيا لتكريم أبرز الأعمال السينمائية والتلفزيونية التي عرضت خلال عام 2023. وهيمن فيلم أوبنهايمر على جوائز الحفل بعد فوزه ب5 جوائز، من بينها أفضل فيلم درامي وأفضل ممثل درامي لكيليان ميرفي وأفضل ممثل مساعد لروبرت داوني جونيور، كما فاز الفيلم بجائزتي أفضل مخرج وأفضل موسيقى، في حين حصلت النجمة إيما ستون على جائزة أفضل ممثلة كوميدية في فيلمها بور ثينجز، الذي حصل أيضاً على جائزة أفضل فيلم كوميدي محققاً فوزاً مفاجئاً على فيلم باربي. أما باربي فقد فاز بجائزة أفضل إنجاز سينمائي في شباك التذاكر، وهي جائزة جديدة استحدثت هذا العام. كما فاز مسلسل دبير بجائزة أفضل مسلسل كوميدي، وحاز أيضاً على جائزتي أفضل ممثل وأفضل ممثلة. كما فازت النجمة إليزابيث ديبيكي بجائزة أفضل ممثلة عن أدائها لشخصية الأميرة ديانا في المسلسل الشهير The Crown.